الواحد مهما اتكلم ووصف الشعور اللي جواه بخصوص الفوز بالبطولة دي تحديداً، على فكرة احنا كل ما بنكسب بطولة بيبقى ليها كده تحديات وليها مناسبات وكواليس مهمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا مكسب كل بطولة عشان نقول البطولة دي هي الأغلى. كاس البطولة أو دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة كانت من البطولات اللي فيها تحديات مهمة جداً على تاريخ الأهلي، وسبحان الله لو تلاحظوا كده في السنوات الأخيرة ناس كتيرة بتخش في تحدي مع الأهلي على التاريخ. يعني مثلا في 2020 مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك على بطولة دوري أبطال إفريقيا والنهائي اللي اتلعب في القاهرة، وقتها الكل كان بيتكلم، أو مش الكل يعني البعض اللي يعني اللي هو مش بيشجع النادي الأهلي عايز يتكلم على فكرة أنت لقب نادي القرن، أنت الأكثر فوزا بالبطولات الإفريقية، بس على لعبك على البطولة والكاس ده بالتاريخ كله. فاكرين الفترة دي والمرحلة دي والأهلي كسب، مش كسب بقى وفكرة ان هو نادي القرن، هو الأهلي نادي القرن، بس يأكد ان هو رقم واحد، ففاز بالأميرة السمراء، فاز بالبطولة الإفريقية وكانت بطولة غالية جدا. المرة دي كمان كان في تحدي، والتحدي ان الأهلي خسر 2017 والأهلي خسر 2022، فقال لك المرة التالتة وهتبقى التالتة تابتة، والدخلة والتيفو اللي عملوا الوينرز من جمهور نادي الوداد على ان البطولة دي تحديدا هتكون هي نهاية الهيمنة التاريخية لسيطرة الاهلي على البطولات الافريقية، ومن وجهة نظرهم من التالتة كانت هتبقى تابتة، وشايفين ان هم كانوا الاحق بالفوز بالبطولة. عشان كده لو تبصوا في فرحة الجماهير وفرحة اللعيبة، لا الفوز السنة دي مختلف. ليه بقى؟ لان كمان من ضمن الكواليس اللي احنا شفناها لهذه البطولة وجماهير النادي الأهلي لغاية دلوقتي، أنا بحاول أعرف حتى الجمهور إزاي كان محضر نفسه لفكرة إن يقدر يرد على التيف ويقدر يرد على الدخلة الجماهيرية لجماهير نادي الوداد. فكرة الرد ساعتها لما اتقال وقتها الفاينل وخلاص التجربة الأخيرة، ويعني إنك تقتبس فكرة من فيلم أجنبي لوحش دايما بيكسب البطولات الإفريقية وهتكون نهايته على إيدك أنت، الرد كان من جمهور النادي الأهلي أثناء المباراة، ودي في عرف الجماهير أو في عرف الدخلات الجماهيرية بيبقى انتصار في المدرج قبل ما يكون انتصار في الملعب، وجماهير الأهلي انتصرت في المدرج قبل ما يكون في انتصار في أرضية الملعب، وده جزء إيجابي ومهم جدا. وعلى فكرة لو تلاحظوا في المباراة تحديدا على الأجواء الجماهيرية، من المباريات القليلة جدا اللي الجماهير المغربية أو جماهير نادي الوداد ما أثرتش بتأثير كبير جدا على المنافس، لأن الدخلة الجماهيرية لجماهير النادي الأهلي عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافأة. شوفوا الفكرة هنا في معناها ايه، ان الجحيم اللي اتصور في أرضية الملعب ان الملعب ده صعب انك تخسر فيه هو اللي هيكون بمثابة المكافأة للأهلي والجماهير الأهلي ولكل الأهلوية في كسر هذا الرقم القياسي والأهلي يعود بالبطولة الإفريقية. ده التحدي اللي بتكلم عليه في بطولة 2023، وكمان بتكلم على التحدي اللي كان موجود في 2020. في تحديات كتيرة، لو هنرجع بالذاكرة في 2008 مباراة القطن الكاميروني، وانا فاكر في وقتها كنا ساعتها في قناة الاهلي بنتكلم على فكرة ان القطن الكاميروني من الفرق اللي هي تعتبر معقل رئيس الاتحاد الافريقي ومن الفرق اللي مرشحة للفوز بالبطولة الافريقية، لان السنة دي القطن الكاميروني كان بيعمل نتائج استثنائية ومباراته مع الاهلي كانت صعبة جدا، والناس فاكرة ان المباراة كانت سهلة، ما يعرفوش ان ليها كواليس كتيرة جدا المباراة دي، والأهلي قدر يكسب القطن الكاميروني في عقر داره في 2008 في وجود عيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها، ويرجع بالبطولة الإفريقية. على فكرة ناس كتيرة ما تاخدش بالها إن بعد البطولة الإفريقية عام 2008 جمال حيمودي الحكم الجزائري أفضل حكم في تاريخ التحكيم الإفريقي اتوقف، رغم إن عمل مباراة فنية تحكيمية لأعلى مستوى، بس اتوقف. اتوقف ليه؟ لأن رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها عيسى حياته وقف عيسى جمال حيمودي لأن فرقته خسرت. ده برضو للرد على بعض الناس اللي بتتكلم على والتشكيك في بطولات الأهلي على مدار التاريخ، واللبانة اللي البعض بيحب يرددها كتير، أنت مش عارف تنجح ومش عارف تبقى زيي، مش عارف تجيب 11 بطولة من دي، فتطلع تقول لك إيه أصل أنت بطولاتك بكذا وبتكسب بكذا وبكذا. لا، ارجع للتاريخ وبص 2008 الأهلي كسب البطولة إزاي، والحاكم الجزائري المميز جدا اتوقف قد إيه وتعامل معاه إيه، ورغم ان الاهلي فاز ساعتها بكل جداره على القطن الكاميروني. ده مناسبه او دي مناسبه، الفوز على الترجي التونسي
في 2012 وفي قلب ملعب رادس، الفوز على الصفاقسي في قلب ملعب رادس وفي اول يعني دوري ابطال افريقيا او النهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب رادس. ملعب رادس بدا الانشاء والاستضافه البطولات من 2004 لما تونس استضافت كاس افريقيا.